العاصمة الإدارية الجديدة. زي ما قلت لكم ان احنا بنتعامل مع مدينة هي من احدث طرازات مدن الجيل الرابع على مستوى العالم كله. خلينا بنتكلم على صرح انشائي عملاق، مش بس من حيث البنيان زي ما قلت لكم، المباني اللي تم مواكبه فيها احدث نظم التصميمات اللي موجوده على مستوى العالم كله، او الابراج او المناطق اللي بتحصل فيها التجمعات المختلفه، سواء بنتكلم على الحي الحكومي، بنتكلم على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بنتكلم كمان على وجود مدينه اولمبيه رياضيه داخل العاصمه الاداريه الجديده، بنتكلم على مركز ثقافي كبير جدا ومركز ثقافي واسلامي ايضا، بنتكلم على مدينه متكامله فيها كل شيء، كافه الخدمات غير طبعا التجمعات السكنيه. الرائع والجميل كمان غير ان التواجد فيها للكنيسه للجامع، التخطيط، كل شيء بيحصل فيها العاصمه الاداريه الجديده بيجي بنظم تخطيط حديثه جدا، وده هيرجعنا تاني ان احنا نقول انه ازاي بدأ هذا المشروع القومي العملاق بدون ما تتحمل موازنة الدولة المصرية جنيه واحد. احنا معانا على التليفون العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة. صباح الخير سيادة العقيد. صباح الخير استاذه اسماء، عليك وعلى الساده المشاهدين جميعا. اهلا بيك، وخليني ابدا كده من حيث انتهيت، يعني العاصمه الاداريه الجديده بهذا الشكل وبهذا الجمال اللي احنا بنشوفه، خلينا نتكلم على المشروع في البدايه ككل، وازاي بدانا هذا المشروع وهذا الصرح الانشائي العملاق بكل ما فيه بدون ما تتحمل الموازنه العامه للدوله جنيه واحد. هو زي ما حضرتك اشرتي كده، اولا التقرير متميز اللي حضرتك قلتيه كله هو بيصب في الواقع اللي احنا عايشينه. الاول احتياج الدوله المصريه، يمكن كابتن الرئيس اشار اثناء الزياره ان احنا ندخل على مكان فاضي، مجتمع عمراني ننشئه من الاساس، غير لما ندخل على مناطق ماهوله بالسكان ونحاول نعيد صياغتها بشكل او باخر لحياه افضل. تم اختيار مكان العاصمه في موقع متميز جدا، وكان قرار الدوله المصريه انشاء المشروع، والكلام ده ما كانش من بعيد قوي، من 4 سنين ونص تقريبا. ده صحيح. كانت المشكله الاساسيه او التحدي اللي عايز حل التمويل، يعني مشروع زي ده لما نيجي نتكلم على الحي الحكومي، يمكن الساده المشاهدين تابعوا التقرير اللي حضراتكم عرضتوه، التصميم والمنتج النهائي رائع ومش متعودين عليه انه هيبقى بهذا الجمال. خلينا نبقى واضحين مع نفسنا. حاجه زي الحي الحكومي بنتكلم على حوالي 50 مليار جنيه، حي واحد فقط من احياء العاصمه الاداريه. تحدي التمويل كان الموضوع الدوله حلته ببساطه. قرار انشاء لكيان مسؤول عن انشاء العاصمه الاداريه اللي هي شركه العاصمه الاداريه. بقوة القانون الشركة دي وبقرار جمهوري أصبحت المالك للمشروع، وطبقا للملكية زي ما بتملكي أي حد أي جهة تتبع الدولة تشيله مسؤولية معينة من خلال متابعة أعمال وخلافه، أصبحنا الملاك، وبناء على الملكية دي والقرار الجمهوري ده الأرض قيمتها كلنا عارفينها، هي صحراء فيهاش أي نوع من أنواع المرافق، بدأنا نرفع الأرض ونطرح الأرض. هنا كانت وقتها، خلينا نتوقف معاك بس سيادة العميد، القيمة السوقية لسعر متر الأرض العاصمة الإدارية الجديدة قبل سنتين، قبل 4 سنين عفوا، قبل 4 سنين، 4 سنين يعني بنتكلم على 100 جنيه، 100 جنيه سعر المتر، 100 جنيه، واحنا دافعين للدولة كمان 100 جنيه. تمام. ارض صحراء ما فيهاش اي نوع من انواع المرافق ولا طرق حتى توصل لها. سعر المتر النهارده في العاصمة الإدارية الجديدة طبعا بيختلف طبقا للنشاط، بس السكني هو اقلهم، عفوا التعليمي اقلهم، بنتكلم على حوالي 3500 جنيه، السكني متوسطه 5000 جنيه، التجاري بيصل الى 50 طبقا لتعدد الارتفاعات، لان طبعا ربحيه التجاري مختلفه. فاحنا بنتكلم على 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 حد ادنى لسعر المتر تقريبا عندنا، هو وهو النشاط الشائع 5000 جنيه للمتر.
طيب انكم من 100 جنيه، من 100 جنيه عملت قيمه من 100 جنيه او اقل قيمه مضافه بالضبط. وعليت القيمه السوقيه لسعر المتر ورفعت كمان المناطق المجاوره. خلينا نقول انت بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، اولا انت جذبتي مستثمرين كتير جدا، لان مشروع بالمنتج اللي اتعرض للساده المشاهدين شافوه يمكن كان مركز شويه وكان الموضوع واضح. المنتج ده مع تكتلات الاستثمار مع احنا بنتكلم على استثمار محلي واجنبي كمان. بالظبط بالظبط، احنا كمان يعني بننشد الاجنبي لان هو بيدخل للدوله عمله صعبه. انت عملتي قيمه مضافه، وفرتي وحدات سكنيه في المرحله الاولى فقط ل 2 مليون مواطن هيقيموا في العاصمه الاداريه، وفرت لهم وحدات سكنيه، انشاتي مجتمع عمراني متميز جدا زي ما انشاتي اول مدينه ذكيه، جذبت استثمار، عملت قيمه مضافه ل 40,000 فدان كمرحله اولى غير الحوالي المتبقي من 184,000 فدان، المشروع كله اضافه والدوله لم تتحمل ماليا، بما ان احنا ملاك، بعنا الاراضي وحصيله البيع كنا بناخدها ونسبق ونرفق الاراضي ونبدا نبيعها تاني ونعمل الخدمات الاساسيه بحصيله البيع. وكمان عملنا الحي الحكومي على نفقه الكيان اللي انشئ لصالح يعني كل ما تم بيعه من قبل الشركه للمستثمرين او للمستثمرين العقاريين او المطورين العقاريين اللي كانوا متواجدين هو الفلوس اللي اتاخدت بعد كده عشان تكملوا بيها بقيه المراحل الانشائيه داخل العاصمه الاداريه الجديده. بالظبط، احنا بعنا ارض، خدنا الفلوس وكنا سابقين بخطوه في موضوع المرافق، بنرفق ونبيع والفائض بنعمل. ما هو مفيش مستثمر كان هيجي يشتري بدون مرافق. مفيش حد وده اللي احنا بنراعيه كمان في المرحله الثانيه. احنا خلاص احنا بنعتبر ان احنا انهينا المرحله الاولى يعني كتخطيط، وكل القادم في المرحله الاولى خلال سنتين ثلاثه عشان ننهيها ده مخطط وجاهز، وبدانا نشتغل في المرحله الثانيه وهنشتغل في المرافق في المرحله الثانيه عشان نبقى سابقين برضو بخطوه عمليه البيع تبقى اسهل. فالمشروع كله يعني اعجاز بصراحه. طيب خليني ارجع لحضرتك بقى التقرير كمان اللي بيتم نشره عن العاصمه الاداريه الجديده، وهي كمدينه بتضاهي اجمل عواصم العالم. كمان احنا بنتكلم على العواصم والمدن المتقدمه، ازاي احنا وصلنا بجد لهذا الانجاز وخطوات سريعه؟ احنا بنتكلم على 4 سنين، فكره انك تمسك منطقه صحراويه تعيد اعمارها وتعيد اعمارها بكل شيء، يعني انها كانت منطقه بدون طرق، بدون صرف صحي، بدون ما فيش مرافق، لا ميه ولا كهرباء ولا اي حاجه. اكيد كان التخطيط لكل ده في تحدي كبير بالنسبه لكم. هو يعني المنتج اللي الساده المشاهدين شافوه هو فعلا التخطيط كان لازم يبقى فيه تخطيط جيد، ويعني تمهل في التخطيط ومراجعه التخطيط وتدقيقه مع اصرار على التنفيذ طبقا للمخطط، ولا نحيد عنه ولا حتى ولا مقبول اي نوع من انواع الاستثناء. العاصمه الاداريه زي ما حضرتك اشرت هي 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 كيان او مجتمع عمراني متميز جدا. احنا بنتكلم على مدينه مستدامه، بنتكلم على مساحه خضراء للمواطن اللي هيقيم في العاصمه تتجاوز ال 15 متر مربع. احنا كلنا عارفين نصيب الفرد في المدن الاخرى والقاهره قد ايه. احنا بنتكلم على مدينه بتستخدم الطاقه الجديده والمتجدده، بان احنا فرضنا قيود على كل المطورين ان مساحه الاسطح تكون مغطاه بالواح طاقه شمسيه لتوليد جزء من الطاقه اللي بتحتاجها العاصمه الاداريه من خلال الطاقه الشمسيه. بنتكلم على مدينه ذكيه بيتم اداره المرافق من خلال مركز اداره المدينه واداره الحاله الامنيه من خلال المركز الامني اللي احنا بنسميه الترابل سي. بطريقه ذكيه المواطن اللي موجود بيتعامل مع كل التكنولوجيا اللي موجوده من خلال اجهزه يعني اجهزه ومعدات على الارض، سواء كاميرات او مستشعرات او كابلات فايبر تحت الارض او خلافه، او برامج بتدير منظومه بتسهل حياه المواطن في كل شيء داخل العاصمه الاداريه. فهي مدينه مستدامه، مدينه تكنولوجيه حديثه من مدن الجيل الرابع، متوسعين فيما يخص راحه المواطن. اول مره في يعني الاول مره يبقى في شوارع مخصصه للدراجات الهوائيه او للعجل، هيبقى في المواقف الذكيه او الركن الذكي. الموضوع هيبقى كمجتمع عمراني هو مختلف تماما عما سبق. طيب خليني ارجع بقى واتكلم مع حضرتك كمان على انه
تتحول العاصمة الإدارية الجديدة لمزار سياحي. يعني احنا شفنا كان بيحصل في دول كتير في العالم انه يتم بناء اطول برج، ولكن العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة فيها اكتر من مكان، ومنها خلينا نقول اطول ساري علم في العالم اللي مدون عليه اسماء شهداء الوطن، شهداء مصر. لما بدأنا التخطيط في البداية، يعني بيوت التخطيط أو التصميم ومكاتب الاستراتيجية الهندسية العالمية أصرت إن يبقى فيه، وإحنا وافقنا في رأي فيه، بيسموه نوايات جذب. يعني أي مجتمع عمراني جديد هتنشئيه لازم يبقى عندك كذا نواة لجذب أنشطة مختلفة، سواء جذب مواطن، جذب شركة، جذب كيان. الكلام ده متوفر في العاصمه ومتوسعين فيه، وزي ما حضرتك اشرت، يعني احنا بنتكلم على مدينه للثقافه والفنون مساحتها اكثر من 120 فدان، فيها دار اوبرا الاكبر في الشرق الاوسط، وفيها مسارح، وفيها متحف العواصم المصريه، مزار سياحي لغاوي الفن والثقافه ما فيش بعد كده. عندنا مركز مال واعمال 20 برج منهم الاكثر ارتفاعا في افريقيا، بنتكلم على حوالي 400 متر، ده هيبقى جامع لكل الشركات ورؤوس الاموال والبنوك وخلافه. عندنا كمان مراكز، يعني مراكز الحكم، منطقه الحكم، منطقه الوزارات، دي منطقه جذب. يعني مبدئيا خلال كام شهر ان شاء الله هيكون هناك اكثر من 50,000 موظف متواجدين هناك، دي نواه جذب للموظف. فكرة كمان التنقل ما بين الوزارات، الربط ما بين الوزارات المختلفة، انه اي حد هيكون متواجد داخل الحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة مش هياخد اي نوع من انواع الوقت انه هو ينتقل من وزارة الى اخرى. حضرتك شفت الحي الحكومي وتاريخه بيعرضه دلوقتي. أوه. وكمان في التكنولوجيا الحديثة من خلال مراكز المعلومات لكل وزارة ومركز معلومات جامع لكل الوزارات، والكلام هينعكس على تطبيقات الكترونية على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب، بحيث ان المواطن، الدولة هتتوسع في الخدمات الإلكترونية بحيث ان يعني توفر اكبر من كم من الخدمات للمواطن في بيته من خلال منظومة إلكترونية وفيها الكونكت في او التوصيل اللي مطلوب. تمام. ال- 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 الاهتمام، خليني اقول لحضرتك كمان فيما يتعلق بانشاء مدينة أولمبية رياضية متكاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة. يعني احنا لما بنيجي الحقيقة ننظر للصورة بشكل عام ما بنلاقيش ان في حتى ولو جزء واحد تم اخفاله او نقدر نقول انه مش موجود داخل العاصمة الإدارية. بالظبط كده زي ما حضرتك، يعني اولا يعني برضو عشان الساده المشاهدين يفرقوا، احنا في عندنا بنتكلم على كيانين رياضيين موجودين في العاصمه وعلى وجوار العاصمه. المدينه الرياضيه وتم الانتهاء منها حوالي 100 فدان استضافت بالفعل فعاليات بطوله كاس العالم للرجال لكره اليد، ودي في شمال العاصمه الاداريه، يعني اكبرهم فيها صاله مغطاه بسعه 7000 متفرج. في كيان اخر بينشا اللي هو مدينه مصر الاولمبيه، ده جنوب طريق السخنه، ده هي هتبقى يعني المدينه الاولمبيه للدوله المصريه، هتبقى شامله كل الانشطه الرياضيه بحيث انها تبقى مدينه رياضيه متكامله ممكن تستضيف فعاليات اولمبيه على مستوى العالم. المنتج النهائي هيبقى مدهش، واضافه للرياضه المصريه والمسابقات الرياضيه في مصر كلها. طيب خليني ارجع بقى للتصميم. الحقيقه هو من اللافت للنظر انه التصميم واختيار كل ركن داخل العاصمه الاداريه الجديده بنواحي جماليه، باختيار اضاءه مميزه، بان يكون في حتى اريحيه في التعامل داخل المنطقه، سواء احنا بنتكلم سواء على المنشات الحكوميه او القاعات المتعلقه بالبرلمان او الابراج الاستثماريه او ما الى ذلك. ازاي تم الخطوات المتعلقه بالتصميم عشان يخرج المنتج بهذا التجانس، او ان احنا نشوف المنطقه كلها يعني بكل ما فيها حتى من اختلاف التصميمات كلها بتحمل شكل جمالي موحد؟ دي هترجعنا الاول، يعني ده فايده ان حضرتك تبداي في مجتمع عمراني من البدايه، انت بتصممي بنظره مستقبليه وقدره على التوسع. نرجع بالذاكره لورا، يمكن المواطنين يعني كل واحد مشغول في حاله، وبعدين 4 سنين اللي هم لا شيء لقوا عاصمه بالمنظر اللي بيتعرض بيه التقرير دلوقتي للدوله المصريه، هي اضافه للدوله واضافه للمواطن، ما حدش يقدر ينكر الكلام ده.
بس الموضوع تخطيط جيد مع نظرة مستقبلية لكل اللي هيجي للدولة المصرية. لما نيجي نعمل برلمان يبقى احنا عاملين حسابنا ان يعني الساده الاعضاء دلوقتي يتجاوز عددهم ال 500، لكن لو في اجتماع للبرلمان ومجلس الشورى او مجلس مجتمعين يبقى نعمل برلمان ساعه 1000 عضو. لما نيجي نعمل حي حكومي بحجم الوزارات عندنا يعني وزارات وقطاع اعمال يعني 30 31، احنا نيجي نعمل 34 مبنى بالضخامه دي، وكل مبنى عنده القدره على المناوره واستيعاب عدد اكبر على مساحه بنتكلم على حوالي 900 فدان الحي الحكومي هو البرلمان. لما نيجي نعمل مدينه رياضيه نعملها بالحجم ده، لا في نظره مستقبليه للموضوع. ولما نرجع لورا ونبص دلوقتي لحالنا فاحنا الحمد لله بنلاقي ان حلم بيتحقق والدنيا بتمشي بدون تحمل الدوله لاي ميزانيه مع منتج نهائي لكل مشروع بالشكل اللي السادة المواطنين شايفينه. يعني لما نقول برلمان بيطلع برلمان بالمنظر ده، نقول حي حكومي احنا بنتحدى بيه العالم. الحي الحكومي اللي احنا عاملينه ده على المساحه دي بالتصميمات دي ب 15 متر مربع لكل موظف حد ادنى، التكدسات والكلام ده مش موجود، مع تكنولوجيا حديثه في مع التصميمات اللي حاصله والفاين اللي في النص. لما نقول مدينة ثقافة وفنون يبقى بالمنتج ده، لما نقول أبراج يبقى بالمنتج ده، يبقى احنا الدولة حريصة على ان هي تعمل كل حاجة بدقة وبنظرة مستقبلية وبأفضل تكنولوجيا موجودة في العالم. خليني نتكلم كمان على آلاف آلاف فرص العمل اللي تم توفيرها من العاصمة الإدارية الجديدة، لدى فرص عمل كبيرة لقطاع من الشباب، واستوعبت كمان بقدر كبير جدا من العمالة اللي موجودة. واحنا بنتكلم كمان على فرص العمل كمان اللي وفرتها وفرص الاستثمار اللي وفرتها لشركات القطاع الخاص اللي بتعمل على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. أقول لحضرتك حاجة، يعني أعتقد إن العاصمة الإدارية عملت حالة في لدى المواطنين. بمعنى ايه حاله؟ يعني اسالي حضرتك قرايبك وانا بسال قرايبي، لو كل واحد بص حواليه هيلاقي حد من اللي يعرفه شغال في العاصمه الاداريه. ده صحيح. احنا يا فندم اولا احنا فخورين جدا، فخورين جدا ان كل او 95% من الشركات اللي شغاله في العاصمة الإدارية هي شركات مصرية بمهندسين. طب أنا أستاذن حضرتك بس سيادة العقيد، هنتوقف بس إن حضراتكم عاجل. بدأ الجلسة الافتتاحية الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي في مدينة الغردقة بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات. عاجل بدأ الجلسة الافتتاحية الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي في مدينة الغردقة بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات. برجع لك مرة أخرى سيادة العميد، معاك احنا كنا بنعيد بنستكمل حديثنا عن فرص العمل المتاحة في العاصمة بالزبط. الإدارية الجديدة. اتفضل يا فندم. بالظبط، فأنا بقول لحضرتك يعني العاصمة الإدارية شغلت ناس كتير جدا، احنا عندنا متوسط يومي في كل مشاريع العاصمة الإدارية مش أقل من 200 إلى 250 ألف مهندس وفني وعامل، وصناعات مغذية إضافية، خلاطات الأسمنت ومصانع البلاط، دول كلهم بيدوروا في فلك العاصمة الإدارية بيوفروا فرص عمل لكل الناس اللي شغالة هناك. الحمد لله إحنا ككيان مسؤول عن العاصمة الإدارية اللي هي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قادرين إن إحنا نوفر التدفقات النقدية من خلال حصيلة البيع اللي بتتم، ومن خلال القدرة على جذب الاستثمارات سواء محلية أو خارجية بتوفر لنا التدفقات النقدية عشان نصرف على كل المشاريع. خلينا نقول في الأول وفي الآخر إن في كيان بيصرف الدولة تماما خارج العاصمة، خارج الميزانية، فإحنا قادرين نوفر وقادرين ندي الشركات مستحقاتها اللي هي بالتالي بتنعكس على الناس اللي شغالة. فإحنا في فرص عمل كبيرة جدا، وزي ما بقول لحضرتك تقريبا العاصمة الإدارية خلقت حالة من معظم الكيانات والشركات موجودة في العاصمة الإدارية، معظم الأفراد ليهم حد يعرفوه شغال في العاصمة الإدارية. صحيح. أنا بشكرك جدا العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، بشكرك على وجودك معنا الحقيقة.